في 21 من أذار العام 1948 مرت قافلة صهيونية من بلدة شعفاط في مدينة القدس وأطلقت النار على السكان في الطريق، فاستشهد 10 بينهم طفلة. بعد 3 أيام وفي 24 من أذار خرجت قافلة صهيونية تابعة للهجنة من القدس محملة بالمؤن تحرسها مصفحتان باتجاه مستعمرتي النبي يعقوب وعطاروت، فهاجمها المناضلون من الجهاد المقدس عند شعفاط الساعة 1 ظهرا. كان عدد المناضلين ما يقارب 200، نصفهم من أبناء شعفاط والنصف الآخر من حزمة وعناتة والمزرعة الشرقية مزارع النباني وترمس عليا. القافلة وقعت في كمين الثوار وانفجر لغم كبير في إحدى المصفحتين، وأمطروا القافلة بالرصاص والقنابل اليدوية فقتلوا 14 شخصاً وأصابوا 10، كما استطاعوا اغتنام مصفحة وسيارة شحن كبيرة وعدد من المدافع والبنادق وكمية كبيرة من الذخيرة. سيدات شعفاط شاركنا في المعركة، فقدمنا المساعدة للرجال وزغردنا للمناضلين وقائدهم عبد القادر الحسيني وبعض قادة ثورة 1936 مثل الشيخ عبد الفتاح المزرعاوي ومحمد عبد الله الأسمر من ترمس عيا وسليم حسين محمد عوض الله من شعفاط. توقف القتال بمرور الجنرال ماكميلان قائد القوات البريطانية وجلوب باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش العربي، إذ توسطوا لدى المناضلين لتسهيل نقل القتلى والجرحى، وهو ما تم. الثوار لا يموتون بل يخلدهم التاريخ.